مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو شينتاما؟ ما هي ميزات شينتاما؟ ما هو شينتاما؟ هو مشروع ديفي تم إطلاقه بعد النجاح في مساحة ديفي. لديه خطط كبيرة لبناء جسر بين مستخدمي الإنترنت اليوميين وعالم ديفي بطريقة آمنة وبسيطة. ما هي ميزات شينتاما؟ شينتاما هو مشروع ديفي يعمل على منصة الإيثيريوم التي تريد أن تكون بمثابة جسر بين الناس العاديين وعالم ديفي. لا يمكن شراء شينتاما إلا باستخدام ETH. للقيام بذلك تحتاج إلى تنزيل ميتا ماسك، وهو متاح ليس فقط في المتصفحات ولكن أيضا كتطبيق. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.